بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هنتكلم مع بعض في اكتر من موضوع. الموضوع الاول، ليه البنك الاهلي اصدر 5 شهادات امبارح؟ تم اصدار 5 شهادات جديده من البنك الاهلي. الحاجه الثانيه، هل ده دليل على انه خلاص مش هنشوف شهاده 30% في الايام اللي جايه؟ بنسمع كتير انه احنا هنشوف شهاده جديده في الايام اللي جايه ومش عارفين، هل ده دليل على عدم وجود شهادة ولا بالفعل هنشوف شهادة جديدة؟ وكمان هقول لحضرتك عن أفضل شهادة موجودة حاليا في القطاع المصرفي، لأنه فيها ميزة ما حصلناش عليها قبل كده من أي بنك في القطاع المصرفي. هتكلم مع حضراتكم دلوقتي في كل التفاصيل والموضوعات دي، بس ياريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. امبارح البنك الأهلي المصري أصدر الخميس الموافق 10 أغسطس لسنة 2023 5 شهادات جديدة، ولكن الشهادات دي يا جماعة مش شهادات بلاتينية. يعني ايه؟ يعني مش شهادات زي 19% وال 22 18 16، دي شهادات اسمها شهادات المجموعة ألف وب، ليست بلاتينية، شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، أول شهادة منهم. بصوا هقول لحضراتكم من قبل ما نتكلم في الشهادات، أنا هقول لحضراتكم على الشهادات اللي تم إصدارها علشان أنا بدوري المفروض بقول لحضرتك عن كل الشهادات اللي تم إصدارها وخصوصا من البنكين دول. بعد كده هتكلم مع حضراتكم الشهادات دي تنفع لمين وتبقى مجزية جدا جدا. كمان هقول لحضراتكم على ميزة موجودة في الشهادات دي ما بتبقاش موجودة في الشهادات البلاتينية، وهي إلى حد ما بتستهوي قطاع كبير مش صغير من العملاء. أول حاجة بس لازم تكونوا عارفين إنه الشهادات دي يعني مددها كبيرة شويتين. أول شهادة عندنا أصدرها البنك الأهلي هي شهادة استثمار البنك الأهلي المصري المجموعة ألف، مدة الشهادة 10 سنوات والحد الأدنى للشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها العائد حضرتك بتاخده آخر مدة الشهادة كعائد 10% تراكمي. بمعنى ايه؟ هتقول لي طب يعني انا المفروض هاخد كام دلوقتي؟ هقول لحضرتك بمنتهى البساطة، لو حطيت حضرتك 100,000 جنيه واخدتهم بعد 10 سنوات بتاخد حوالي ما بين 325 ل 330,000 جنيه في نهاية المدة. تقدر تكسرها عادي جدا او تسترد الشهادة بعد 6 شهور، ولكن لو حضرتك استرديت بعد 6 شهور حضرتك مالكش عائد. الشهادة التانية هي شهادة البنك الاهلي، الحد الادنى ليها للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها مدتها سنة. العائد عليها 12.5% والعائد يصرف شهري. هتقول لي ده مش عائد، اقول لحضرتك ده اللي تم اصداره. احنا ليه بنتكلم عنهم؟ بقول لحضراتكم عشان هفسر لكم ليه الشهادات دي موجوده دلوقتي وهل بالفعل هي دليل على عدم وجود شهاده ولا لا. الشهاده الثانيه مده السنه، الحد الادنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها، حط العائد عليها 13% ربع سنوي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هما 5 شهادات، قلت لحضرتك 3 ودي الرابعه، مدتها 3 سنوات، الحد الادنى ليها 500 جنيه ومضاعفاتها، العائد عليها 15.5% والعائد عليها بيصرف بشكل شهري. الشهاده الاخيره معانا شهاده غريبه جدا ولكن هي دي اللي موجوده دلوقتي، شهاده البنك الاهلي المجموعه ج، مده 20 سنه، الحد الادنى 500 جنيه ومضاعفاتها، العائد عليها تراكمي 15%. يعني هتقول لي يعني ازاي؟ هقول لحضرتك يعني بمنتهى البساطه، هتحط ال 100,000 جنيه بعد 20 سنه هتاخدهم حوالي 500,000 جنيه. اول شيء تعالوا نتكلم فيه مع بعض، هل ده دليل على عدم وجود شهادات جديده؟ هقول لحضرتك مش دليل على عدم وجود شهادات جديده في المطلق، ولكن الى حد ما بدأنا نشوف انه دلوقتي مش هيتم اصدار شهادة جديدة 27 و 28 و 29 والكلام ده كله. طبعا اي كلام بنتكلم فيه بيكون توقعات بناء على الكلام اللي بنسمعه من المحللين الاقتصاديين ودكاترة الاقتصاد. بقول لحضرتك انه يعني مش من المتوقع انه يتم اصدار شهادة جديدة دلوقتي، فكان لازم انه يكون عنده منتجات جديدة. بعد رفع اسعار الفايدة لازم كل لجان الخصوم والاصول بتجتمع في كل بنك وبتبدأ انه هي تقول على تعديل قرارات الفايدة على شهادتها. هقول لحضرتك دلوقتي على شهادة بنك مصر، ولكن حابة اقول لحضرتك انه كان لازم يكون عنده منتج، نقدر نقول ان هو ده او هي دي المنتجات اللي تم اصدارها حاليا في الوقت الحالي. طيب بالنسبة لمشكلة البنك الاهلي وبنك مصر اللي موجود عندهم دلوقتي وخروج سيولة والكلام ده كله وانه يكون عنده منتج جديد، طبعا هتقولي هو عارمل ده وعارف انه مفيش حد هيروح له. هقول لحضرتك انه الشهادات دي او ال5 شهادات دول في عندهم حاجة هي بتبقى موجودة عند ناس معينة بتحبها، وهي حكاية الجوائز. الجوائز دي بتبقى موجودة بس في الشهادات الالف وب، ولكن ما بتبقاش موجودة وجيم، وما بتبقاش موجودة في الشهادات البلاتينية ولا المتغير، يعني لا الشهادة العائد الثابت ولا المتغير. حكاية الجوائز دي ايه؟ حكاية الجوائز انه حضرتك لو اشتريت اي شهادة من دول بتقدر تدخل ما بين 4 ل5 مرات في السنة او 5 او 6 مرات في السنة
على جوائز. الجوائز دي بتبدأ من أول 20,000 جنيه حتى 100,000 جنيه. أي حد اشترى الشهادة بيقدر إنه يحصل على الجائزة، مش لازم يحصل على الجائزة، بيدخل السحب عشان ممكن يكون هو الفائز على الجائزة. كتير بتحصل، كتير جدا جدا، وفي ناس بتحب المنتج ده. تاني حاجة إنه ممكن تكون واحدة ست ساي مثلا، مثلا ممكن تكون ورثت من جوزها مبلغ معين زي مثلا 100,000 جنيه، عندها طفلة صغيرة مش عارفة هتعمل ايه، خايفة الاستثمار، اي استثمار تدخله او بيزنس تدخله ممكن تخسر فيه، فممكن انه هي تحط 100,000 جنيه قبل ما البنت بتكبر، بتكون 10 سنين، بتاخد هي 320,000 جنيه، ممكن انهم ينفعوها. عندها ولد صغير ممكن على بال ما يكبر يكون بدأ يدخل الجامعة يجهز كلام من ده، يبقى هو جاهز انه يكون معاه مبلغ معين اللي كان معاه والدته. هم دول بس يا جماعة، هي دي فقط الشرائح اللي ممكن تستفيد بالشهادات دي. اما غير كده البنك الاهلي عارف انه مفيش حد فينا يشتري الشهادات دي، وانه ده مش المنتج اللي الناس منتظره، ولكن هو كان لازم يكون عنده منتج في الوقت الحالي. هتقولي طيب بالنسبة للشهادات الكبيرة، هقول لحضرتك انه ممكن لو البنوك ما فاجئتناش بشيء جديد يبقى احنا كده ما عندناش شهاده حاليا، ممكن انه نشوف الشهاده او الاكيد كده ان احنا بقى كده احنا اتاكدنا انه في عندنا تعويم. التعويم ممكن يكون 21 سبتمبر القادم او قبل كده باعلان من البنك المركزي او اجتماع استثنائي. ساعتها في اللحظه دي هي دي الحاجه الوحيده، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده من حوالي 20 يوم من قبل كمان اجتماع البنك المركزي ورفع اسعار الفايده والكلام ده كله، قلت لحضراتكم انه الشيء الوحيد اللي ممكن نشوف فيه او الحال الوحيد اللي ممكن نشوف فيه شهادات جديده، حتى يمكن مش رفع اسعار الفايده ولكن بقدر ما هو يكون ان في تحريك لسعر الصرف. كده يعني احنا بالفعل هيكون عندنا تحريك لسعر الصرف الشهر القادم، وساعتها بالفعل هنشوف شهادات استثنائيه بعائد محترم، ولكن الكلام مش اكيد. انا بقول لحضرتك قراءه للي بيحصل دلوقتي لا اكتر ولا اقل. من الممكن جدا انه البنوك تفاجئنا وتعمل شهادات جديده استثنائيه في الايام دي، عشان كده الناس كلها دلوقتي محتاره، الناس مش عارفين بجد يعملوا ايه، وطبعا ليهم كل الحق. ولكن كل اللي قدام حضرتك دلوقتي استثمار قصير الاجل، وديعه اسبوع او 10 ايام او 15 يوم لحد ما نشوف ايه اللي بيحصل، او الحسابات اللي هي حسابات التوفير هي دي اللي قدام حضرتك. اذون الخزانه الثلاث شهور هتبقى كتيره شويه، لانه ممكن في الفتره دي حضرتك يعني يصدر الشهادات جديده، ولكن برضو مع مرون مع اذون الخزانه حضرتك هتلاقي مرونه بانه حضرتك عادي تسترد الاذون بتاعتك حتى لو كانت بخساره بسيطه، وتقدر تدخل في الشهادات الجديده حال اصدارها. طيب انا بقى شايف انه انا مش هقدر انتظر ومش عارف اعمل ايه دلوقتي، عايز احط فلوسي في حاجه دلوقتي وتكون شهاده ثابته. هقول لحضرتك انه احنا عندنا من البنك من بنوك مصر كلها بنك واحد عمل لنا، اللي هو بنك مصر عمل شهاده، بس لازم تكون عارف انه دي البنوك الاسلاميه او الفروع الاسلاميه لبنك مصر. بنك مصر عنده حوالي 4 بنوك اسلاميه بتعمل طبقا للشريعه الاسلاميه، عامله شهاده بصراحه تعتبر افضل شهاده في القطاع المصرفي. مش اول مره بقول لحضرتك عنها، ولا اول مره بقول لحضرتك ان هي افضل شهاده، كنت بتكلم فيها من حوالي شهر ونص، هقول لحضرتك ليه دلوقتي. كنت بتكلم فيها وبقول لحضرتك لما كان العائد عليها 17.5%، دلوقتي لما زادت الفايده بقت 18.5%. هتقول لي هي عائد متغير، هقول لحضرتك لا، عائد ثابت، ولكن شهادات الشهاده الاسلاميه او الشهادات الاسلاميه بترفع مع ارتفاع الفايده. الشهادة مدتها 3 سنوات والعائد عليها 18.5%، يصرف العائد عليها شهري والحد الأدنى ليها 1000 جنيه ومضاعفاتها. هتقولي 18.5% ايه خلاها أحلى عائد أو أحلى عائد؟ هقول لحضرتك معاك 21، معاك 20، معاك 19، معاك 22، 18، 16، ولكن كل الشهادات دي حضرتك لما بتيجي تكسرها بعد 6 شهور للأسف بتخسر من فلوسك 70%. في هنا بقى اوبشن، حضرتك اخدت الشهاده بعد 6 شهور، قعدت الست شهور تاخد 18.5%، وبعد كده كسرت الشهاده بعد 6 شهور هتاخد العائد بتاع حضرتك كامل وفلوسك كامله، مش هتخسر ولا جنيه واحد. يعني كده تعدت حسابات التوفير الحلوه المحترمه كمان، تعدت اذون الخزانه، تعدت صناديق الاستثمار، وتعدت كل الشهادات الموجوده في القطاع المصرفي. كمان بقى في عندنا حاجة هنا لازم تكون حضرتك عارفها، أنا لما كنت بقول الشهر اللي فات واللي قبليه كنت دايما بتكلم عن الشهادات دي وبقول لحضرتك إنه تقدر تشتريها، عشان بعد 6 شهور لما هتكسرها هنكون في نهاية شهر 12 أو ديسمبر، حضرتك هتدخل في الشهادات الجديدة اللي هيتم إصدارها كبديل لشهادة ال 25
في المية. وبالفعل كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي كأفضل شهادة في القطاع المصرفي. بالفعل هي كده تعتبر أفضل شهادة، أفضل من كل الشهادات وصناديق الاستثمار أذون الخزانة وكل شيء موجود دلوقتي في القطاع المصرفي، حتى حسابات التوفير ذات العائد المرتفع. طبعا انا عارفه قد ايه حضراتكم تايهين في الفتره الغريبه والعصيبه دي جدا جدا جدا. الناس حاطه فلوسها بقى اكتر من شهرين ونص في حسابات التوفير، لا احنا بقينا عارفين ولا حضراتكم بقينا عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. البنك المركزي فاجئنا طبعا برفع اسعار الفايده، ما كانش متوقع دلوقتي خالص. كمان فاجئنا بانه ما اصدرش شهادات لحد دلوقتي ولا في شهادات استثنائيه لحد دلوقتي. عارفه حضراتكم قلقانين قد ايه. لا بقول لحضرتك للي قادر يصبر، لا معلش هتصبر كمان شويه معانا. لو حضرتك مش قادر تصبر على انه العائد بتاع حضرتك ما ينفعش تستغنى عنه، يبقى انا قلت لحضرتك عن افضل شهاده موجوده دلوقتي في القطاع المصرفي، وكمان اديت لحضراتكم بدائل كتير قبل كده من اول شهادات ال 20% لحد شهاده 22% وعائد 24.75 في شهادات في اذون الخزانه. في الاخر الاختيار بيكون لحضرتك والافضل ليك، مش لازم يكون الافضل لغيرك، والافضل ليا مش لازم يكون الافضل لحضرتك. كل لحظه بيكون فيها جديد بنقوله لحضراتكم. بتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا ولو بمعلومه واحده من الفيديو، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.